وسهلا بحضراتكم. هنعيش مع بعض مغامرة يابانية مثيرة جدا. هاني صلاح وشريف نادر اقنعوا مجموعة كبيرة قوي من نجومنا ان في مذيعة يابانية، مذيعة بتتكلم عربي ملخبط شوية. المذيعة دي عايزة تعمل لقاءات معاهم، والحقيقة كل نجومنا وافقوا على الفور. واول ما جم اتسألوا اسئلة دمها خفيف جدا، وكانت اجاباتهم دمها خفيف جدا جدا جدا، وزيادة في التأكيد كان هو ده بالظبط اللي بيحصل معاهم. تعالوا معانا. عطيتكم أهلا في ابنة مصر، ابنة النيل على سيم على أهرامات على هتارة يسرى. بداية عطيتكم كانت فيلم تحدث عن البداية. أهلا بك. بداية عطيتكم تحدث عن البداية. عايزاني أتحدث عن البداية. عملت فيلم مع الأستاذ عبد الحليم نصر. حليم حافظ؟ لا، عبد الحليم نصر ده كان كبير مصوري السينما. غناء عبد الحليم؟ لا، ما فيش غناء. اللي اكتشفني هو الأستاذ عبد الحليم نصر، وهو اللي قدمني في أول بطولة سينمائية ليا في فيلم قصر في الهوى. نجمة كبيرة يسرى، أنت جميلة جدا. عملتي مع النجمة الكبير عادل إمام في مصر عدد كبير أفلام، تحدث عنها. انا وعادل عملنا متهيألي من احلى الدويتوز اللي احنا عملناها في السينما المصرية. عملنا 13 فيلم مع بعض. كبير. وعادل فنان كبير قوي وانا بحب اشتغل معاه. يسرى بشعب مصر يحب يسرى كثيرا جدا. يسرى تمثيل عادل امام، أم كلثوم، غناء عبد الحليم، عبد الوهاب. سعادتكم هرم من التمثيل. ميرسي. تحدث عن أمل منجم عالمي يوسف شاهين. يوسف شاهين عشقي الأول في الفن. عشقي أو عشقي إز زواج. Is my great love. No, no, my great love in arts. لا تتكلم كلاسية شاتيتيكم. عشقي زواج؟ لا، عشقي مش جواز. لا، عشقي في الفن. عظيم. ويوسف شاهين برضو عملت معاه حوالي 4-5 أفلام. بقالي يعني أكتر من 20 سنة معاه. سعادتكم كميل. مرسي. كيف تحافظ سعادتكم أكمل الوجه الكميل؟ مرسي. أنت اللي جميلة خالص. الرشاقة كميل. رشاقة كيف؟ مرسي. يعني بحاول. في مصر تأكلون كثير؟ نأكل كثير عندما نجوع فعلا. ولكن لازم تحافظي قد ما تقدري على. لماذا لا تأكل سعادتكم؟ أكل كثير جدا، بس مرة في اليوم. مرة واحدة فقط في اليوم.
هتعرف أغنية في الكمال لسيادتكم. الحضارة الفرعونية بعتقد انها اتكلمت عن كل حاجة، عن الجمال، عن الفلك، عن الهندسة، عن المعمار، عن حاجات كتيرة قوي، وزي ما كلنا عارفين بس كده بالسمع، لكن انا مش دارسة فيها، ان كليوباترا كانت ليها عطر معين، وكانوا بيحبوا العطور، وكانوا بيعرفوا انهم يعني يصنعوها او يختاروها او يعملوها، وكذلك كانوا كانت بتستحمى بشكل مش عارفه بايه كده هوت. لكن عموما معروف عن الفراعنه انهم كانوا بيحبوا الجمال جدا وبيحافظوا على الجمال جدا. شاتاتكم تشبه جمال الفراعين. لماذا شاتاتكم تكون تمثيل كليوباترا في مصر؟ علشان يعني صعب جدا انك انت تنفذي انتاج كبير جدا زي فيلم كليوباترا، لانه محتاج يعني مبالغ طائله جدا. لكن انا يعني تقدري تقولي ان انا عملت حته صغيره من كليوباترا في فيلم اسكندريه كمان وكمان مع يوسف شاهين. كنت زين شاهدتكم شاهدت فيلم. ميرسي، اشكرك اشكرك. شاهدتكم تشبيهين ممثلات عالميات بالخارج. ميرسي ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي. هل شاهدتكم يوجد حلم فني لم يتحقق لي شاهدتكم؟ عندي احلام فنيه مش حلم. انا كنت كبير، كنت اعمل افلام كبير. انا بكل الاحلام بتاعتي ان احنا يبقى عندنا الامكانيه ان احنا نعمل فيلم او افلام، او افلامنا كلها مش بس فيلم واحد، يوصل لكل العالم وبدون حزازيات، زي ما بيقال ان في ديمقراطيه في العالم كله، يعني اذا كان ده حقيقي فمن حقنا ان احنا نعبر عن كل اللي احنا عايزينه والعالم الاخر يسمعنا. هل سيادتكم في اتم على سعاده، لان سيادتكم هل سيادتكم في اتم السعادة، لأن سعادتكم تتمتع بهبة من الله الكمال الصدق كثيرا؟ دي نعمة كبيرة، الحمد لله ربنا يديمها علي. طبعا سعيدة وفرحانة ان ربنا نعم عليا بالنعمتين، اهم نعم ربنا ممكن يديها لك هو نعمة حب الناس والجمال، فالحمد لله. هل سيادتكم تمثل رومانتيك، تمثل تراجيدي، لماذا ليس كوميدي؟ لا بمثل كوميدي، بعمل استعراضي بس لما يكون محتاج الفيلم او الموضوع لده، لكن بعمل كله. يعني انا اقدر اقول ان انا مارست كل انواع الفن يعني، وبرده عملت مسرح وسينما وتلفزيون، وعملت في السينما اغاني و اتحدث في عطيتكم أين الغناء؟ أيوة الألبوم الألبوم بتاعي حبيت بس أعبر عن بعض المشاعر أو بعض المعاني من خلال غنوة ممكن تبقى مدتها دقيقة أو 3 دقايق، وأكتر غنوة الناس حبيتها اللي هي حب خلي الناس تحب، حب الحب. أيوة، ودي علشان الحياة الحقيقية يعني في الدنيا. أو قالونا سيادتكم تحدث في هذه الأغنية بلغة الملائكة. يا رب يخليكي، ميرسي. لا يعني أنا حاولت إن أنا أبقى يعني ملائكة، اللي هم الأطفال اللي كانوا حواليا. سيادتكم لغة ملائكة، سيادتكم يسرى. ميرسي، ربنا يخليكي. لا انا بحاول ان انا اقدم حاجه للناس، وبحاول اقول ان السلام الحقيقي هو في الحب. هل نسمع اسم سيادتكم جزء صغير دلوقتي؟
ما تاخدي الغنوة وتسجليها وتحطيها. اديها لك. اوكي اديها لك. شاتيتكم مرة شاتيتكم فرق في الرجل ليس هذا الرجل. أدري. لا، الرجل لا تستطيع المرأة أن تعيش بدون رجل. لماذا في مصر الرجل يتزوج أربع سيدات؟ في مصر لماذا؟ لا ده شرع. لماذا في اليابان الرجل يتزوج مرة واحدة؟ أنا عارفة، بس إحنا شرعنا كإسلام ممكن إن الرجل طالما قادر إنه يتزوج أكتر من امرأة، يستطيع أن يتزوج أكتر من امرأة، فممكن أن يعني يتزوج، ولكن أنا لا أقبل ذلك. تلت تحب زوجة أربعة؟ لا خالص. لماذا؟ لا، أنا لا أحب. هل تحب المصريين تتزوج ياباني مثلا؟ هل ممكن سيادتكم؟ آه طبعا لو حبيته. آه ليه لا؟ لو حبيته لي لا. الحب، خليني اقول لك، الحب ممكن تحبي اي نوع اي لون، بس لازم تحبي عشان تقبلي. هل رقم مصري يحب يتزوج يابانية مثلا؟ ممكن في كتير قوي يتزوج يابانية. طبعا تقيم في مصر تقيم. طبعا ليه لا. اتمنى تزوج يابانية سوق مصري في مصر. أتمنى. يا أهلا بيكي، يلا جوزي حد من عندنا ويلا عيشي معانا. مرة شاطيتكم بالحضارة العظيمة بالآثار، مرة شاطيتكم بالاستحمام بالنيل. الاستحمام في النيل؟ أنا ضد الاستحمام في النيل. لماذا؟ لأنه يعني أنت تقصدي، أصل في نوعين من الاستحمام في النيل، في ناس مثلا ممكن تغسل حاجاتها في النيل وده لا. لكن الاستحمام بالآثار، الاستحمام بالاهتمام بالنيل، الاهتمام مش الاستحمام. عارفة الاستحمام يعني إيه؟ الاستحمام اي الاستحمام بالآثار. دكتور زاهي، عندي احساس انك مصريه، مش عارفه ليه، مش يابانيه. جدتي من سوريا. جدتك من سوريا؟ من سوريا، بس عندي احساس انك مصريه اكتر من انك سوريه. الاهتمام بالآثار لابد منه طبعا، ده بدون شك، لان ده تراثنا وده حياتنا وده تاريخنا، وده الشيء اللي احنا بنفتخر بيه في العالم كله. ما النجمة التي تحب يسرى ان تمثل معه كثيرا؟ النجم بحب اشتغل مع عادل، بحب اشتغل مع نور، بحب اشتغل مع احمد زكي جدا جدا. عندي فنانين كتير قوي بحب اشتغل معهم. نحن سعداء في اليابان لأن قدماء يابانيين ساعدوا قدماء مصريين في بناء أهرامات. ما رأي سيادتكم؟ إن اليابانيين ساعدوا قدماء يابانيين ساعدوا قدماء مصريين في بناء أهرامات. لا، أشك في الحكاية دي شوية، مش مصدقها. ما رأي سيادتكم؟ في الأوبرا اليابان ساعدت مصر في الأوبرا. بتقصدي إنها عملت الأوبرا المصرية؟ الأهرامات أيضا قدماء يابانيين. لا، ما فيش قدماء يابانيين عملوا حاجة مع الفراعنة المصريين. حضارة الساموراي ده حاجة وحضارتنا حاجة تانية، بس تقصدي إن الحضارتين يلتئموا مع بعض؟
اعتقد اي شعب عنده حضاره بيحترم الشعب اللي عنده حضاره، مش بيحترم الشعب اللي ما عندوش حضاره. لا يبني اهرامات يابان سايد مصريين بيبنى الاهرامات؟ ما اعتقدش، لا اعتقد. انت جميل جدا. انت كمان. انا احبك كثيرا. انت اسمك ايه؟ اوتيشي كونيا. هل يا نوتيسي اعطيتكم صوره لي؟ ارجوكي ارجوكي، انا متاكده انك انت مصريه طبعا. لما تقولي لي ايه يا حبيبتي لا انت وانت داخله وانت داخله انا عرفت انك انت مصريه يا حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا. انت قمره يعني انا بعشقك.